هذه إحدى المنازل في حي المطار القديم في مدينة دير الزور التي احترقت نتيجة القصف العشوائي من قبل قوات النظام عليها براجمات الصواريخ، فاحترقت هذه البناية بالكامل. لم يبقى أثر لهذه البناية، تشوه كل ما فيها، أصبح جميع ما في هذه البناية عبارة عن رماد. تخيل ماذا سوف يحل بأصحاب هذا المنزل إذا ما عادوا يوما من الأيام ورأوا بيتهم بهذه الحال، إذا ما عادوا ولم يجدوا أثرا لبيتهم، لا للجدران ولا للعفش ولا لما تركوه في المنزل. انظروا، تخيلوا رعاكم الله، والله لن أحد يشعر بمأساة ولن يحس مثل ما يحس أصحاب هذا البيت إذا ما دخلوا إلى بيتهم ووجدوه بهذه الحالة المأساوية. لا يجدون شيء، لا يجدون أثر لمنزلهم، لا يجدون أثر. فدخلت أنا مع أكثر من شخص إلى بيته، فمنهم من كان متضررا بعد الضرر، ومنهم من كان قد سرق منه بعض الأشياء، والله كانوا قد أظرفوا الدموع على 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 الحال التي كان بهم بيتهم، والله. فتخيل إذا كان ذلك الشخص بكى عندما رأى بيته متضررا ببعض القذائف ولم يحترق، فما بالك هذا الشخص، كيف سوف يكون موقفه إذا ما دخل إلى بيته ووجده محترق؟ يجده لا يصلح للحياة البشرية بأكمله، ولا بداخله يصلح للاستعمال البشري. تخيل هذا المطبخ لم يبقى فيه شيء يدل على أنه مطبخ سوى هذه الفريزة التي بقت هيكلها. احترق جميع ما في هذا المنزل. هذا مطبخ البناية الثانية احترق بالكامل أيضا، لم يبقى فيه شيء بل تراكمت جدرانه بعضها بعض. تخيل إذا ما رجع صاحب هذا البيت ولم يجد أثرا لبيته ومنزله. جاسم الفراتي من ديار الزور.